سيرتكم على كل لسان محمد، حتى الجرايد صارت هلا عم تحكي عن اختك. هلا هي رجعت وانتو حضنتوها وضبيتوها، طبعا رح تحتضنوها وبدكم تاكلوا من سمناتها وعسلاتها. انت جنيت؟ كنت رح تدعسه للزلمة. أمك لما كنتوا صغار كانت تلبسكم هالتياب وتنيمكم جنب بعض. وهي لقيت سيارة عمر. اتركهم بابا، أنا برتبهم، أنت روح ارتاح. يا الله. أنا رح أتسطح لي شوي لحتى يصير وقت سفري. ماشي. لك انت شو اللي عم تحاول تعمله يا محمد؟ شو عم تحاول تعمل؟ قلي، كنت رح تموته للزلمة. يا ريت لو يموت وارتاح منه. بدك ترتاح منه؟ هذا اللي طلع معك محمد؟ تعرف حياة كم واحد بدك تدمر معك محمد؟ اه بتعرف؟ مفكر رح تدمره وبس؟ طيب شو مشان عيلتك انت؟ فكر باختك، بمرتك، بكل اهلك، انت عم تفكر فيهم؟ شو ناوي تخسروا النهاية محمد؟ استاذ حاجة تقلي استاذ بقى. ماشي امرك يا خانو، انا جاي فورا. الحكي اللي بيننا لسه ما خلص محمد. بنت على مهلك، شوي شوي، عمك بده ينام له شوي قبل ما يسافر على الضيعة. فريحة وينها؟ فريحة شو بدك منها؟ لك وينها؟ بدي أخبرها شغلة. إيه ليك بغرفتها قاعدة. أنت خليكي نايمة هون، محمد كان رح يدعس حبيبك قدام البناية وأنت ولا على بالك. شو؟ إيه والله كان رح يدعسه بالسيارة وما كان ناوي يوقف. أمير وينه؟ لك وقفي، شو عم تعملي؟ شبك جنيتي، شو بدك تطلعي لعنده؟ فريحة؟ ريحة، لوين رايحة يا بنتي؟ بدي أجيب خبز بابا، ما ضل عنا خبز. لا 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 تروحي، ضل عنا شوية من امبارح رح نحمصه يا بنتي. ماشي. أنا ما بدي هلأ أفتري عليكي حبيبتي، بس أنا في عندي ولد صغير ولازم انتبه عليه، بترجاكي فهميني. لا ما فيني أفهمك بنوب، يعني مشان الشيء اللي صار بيني وبين لافاند انتي ابدا ما عم تقدري توثقي فيني بموضوع بولاند؟ ما عم بفهم عليكي. القصه مو اني شايفتك ضعيفه وما بينوثق فيكي ابدا. ليش مفكرتيني ضعيفه؟ لانه انا ما قدرت اني صد واحد من ولادك؟ لانه واحد من ولادي هو اللي كسر لك قلبك. او فيكي تقولي انا خايفة من كراهية بولاند أكتر ماني خايفة من ضعفك.
فكري ماشي بخاطرك. اسمعي كل فيدان، أخي ما بيعرف إمتى الوقت اللي بده ياخد فيه أدويته، مشان هيك دخيلك ما تنسي أخي بأمانتك. سلم كتير على أمي وعمر بابا، ورح وصل رضا بيك لحد وإلا ما عم شيل الحلق من إذن بنوب. إجت فترة ما كنت عم تحط الحلق، ما كانوا عم يبينوا. يلا المهم حطيتيه. يلا لك لا نمشي. يلا الله يحميكم. بسم الله. يلا ديروا بالكم على حالكم. بوزت لي أمي وعمر عني بابا. محمد ما بدي ينشغل بالي عليكم، البيت هلأ صار بأمانتك، فهمت علي؟ فهمت عليك بابا. خبت بغرفتها ما هيك؟ محمد 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 ابني، انت شو ناوي تعمل؟ ابوك هلا دار ظهره وراح. مسحتيها ما هيك؟ مسحتيها ومسحتي رقمه كمان، بس ما فيكي تمسحي العار اللي لبستينا يا فريحة. لك ابني انا عم بحكي معك. خلص تركيه خليه يحكي، عم بسمع. ولك انت عم تردي بوشي كمان؟ ابعد من هون. من الاول اعطيني هذا من ايدك. ايه شو شايفني عم اشر بصل انا هون؟ أبوك مو هون، أنا مسؤولة هلأ. لا تخافي عمتي، ما رح أعمل لها شي، لأنه هي ما عاد تقربني. إذا بدك طول حياتك لبقى تحكي معي ولا بحكي معك أنا محمد. أنت انتهيتي عندي من اللحظة اللي مسكتي فيها بإيد هداك الحقير لما هربتي معه، متي بقلة شرفك. بس أنا طلعت وراي محمد، ما شفت حدا من يلي بعرفهم، ما شفت أخي اللي بكينا أنا وياه سوا لما قرينا رسالة أمي. هالحكي فيك تمرقيه على عمتي وعلى بابا كمان، بس مو علي. حكيك هاد ما رح يصلح شي من بعد ما غرقتينا بالوسخ وبهدلتينا، وما رح يشفى غليلي لحتى أعطي هداك الحقير درس ما ينساه. استنى فوت لجوا لشوف. فهمني شو هذا اللي عم تعمله أبوك بانو بالبيت؟ حاجتك بقى تزعج أهل البناية. انت بس لو بتحترم أبوك شوي ما بتعمل اللي عم تعمله، عم تفهم؟ الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق التغطية حالياً، أعد المحاولة لاحقاً من فضلك. كوراي أنت ما رح تروح ما هيك؟ ما رح روح، ما رح روح لأي مكان. يلا أنت نامي شوي وأنا رح أتفرج عليكي. طيب شو لو كان ضربك؟ حبيبتي أنا كثير منيح، مو صاير لي شي، لا تخافي. أنا كنت بدي أجي لعندك بس ما قدرت أطلع، كنت عارفاني إنه رجعتي صعبة بس ما توقعت تكون صعبة لهالدرجة. يا ريت لو فيي أشوفك أمير. قلي انت بشو عم تفكر هلأ محمد؟ انت طلعي من راسي هلأ سهر، يلا نامي. صاير كتير عم تعصب علي. طيب يعني هذا اول يوم قلنا سوا بغرفة نومنا الجديدة، بس انت
انت شايفة انه لا ليلي ليل ولا حتى نهاري نهار، بالي مشغول. على اساس اذا تصرفت هيك رح يرتاح بالك؟ حتى صورتنا ما عم بقدر اطلع فيها بنوب، وكمان ما عم بقدر خبي رسائلك، بس انا لما بشوفك بنسى كل همومي. صباح الخير يا قلبي. انت تع تع اقعد، انا طلعت خدمت البناية. روحي فيقي يا عمتي. ابني اسمعني شوي، ابوك مو موجود، لا تعمل هيك الله يخليك، حرام عليك يا ابني. البنت هي مزن بعمتي. شو هالحكي، لسه ما استصبحنا، شو هالحكي محمد. انت حتى ما ضل عندك شيء اسمه عادات وتقاليد. ابني انا بذات نفسي اللي تكفلت لهي البنت، عم تسمع؟ الواضح انك مانك واثق فيه نهائيا يا عمري. كيف كفلتي هالشي عمتي؟ انت كيف وثقتي؟ لأن حلفت لك؟ فوتيها على البيت وخليتيها تبوس ايد بابا. الشغلة ما بتصير هيك بالحلفان، بدك هلأ تاخديها على المشفى وتفحصيها. اكيد ما عم تحكي عن جد، يعني معقولة انا اخدها للبنت على المستشفى؟ شو عم تحكم من الصبح مشفى وما مشفى؟ بدك تاخديها وتفحصيها عمتي. انا موجودة هنا عم بسمع كل شي عم تقوله. إلا كان روحي جازي حالك، نحن رايحين على المشفى. قديش حابب لسه انك تحتقرني؟ لإمتى مفكر تستمر بهالشي؟ أنت بدك تروحي على المشفى وبدك تطالع التقرير. أنت ما فيك تخصبني على هالشي. عم تسمعي عمتي؟ قال ما بدها. أنت ما بدك تروحي لأنك حلفتي كذب. أنا مالي مجبورة أني أثبت لك أي شي، وحتى ما بيهمني الشي اللي عم تفكر فيه. ما رح خليك تستحقرني أكتر من هيك، بس كرمال يرتاح بالك. وليه أنت عم تحكي عن الاستحقار؟ أبي سكر المكتب من وراكي وليه؟ ومو قادر يطلع بالعالم، وما عاد مر قدام القهوة. بنتي باعتبارك انت واثقة كل هالقد من حالك، تعي اخدك على المستشفى، يلا خلينا نروح نجيب هالتقرير. لا تحلموا عمتي، ما رح يصير هالشي، انا ما رح خليكم تبهدلوني. انا هلأ رايحة على جامعتي وبرجع، اذا حبيتوا بتفتحوا لي الباب، واذا ما بدكم لا تفتحوا. واثقة كتير من بابا لانه بابا مريض، مشان هيك بتعرف انه ما رح نقلع. الو امير، انا ما رح اركب بالباص، شو رايك نطلع مشوار قبل الدوام؟ تعال نطلع لشي مكان. ماشي. لك شو هالعيشة يا؟ طلع كل شي براسي، وبعدين ما شفت خيره لغرفة نومي من شره. اسمعي ولي، انت خرسي ولا تفتحي تمك ابدا. لك ما شفتي بعيونك كيف اتنيناتهم كانوا رح يقتلوا بعضهم، وانت هلأ كل همك هو مشكلة غرفة النوم تبعي. ايه انا شو دخلني؟ اذا فريحة واثقة من حالك لهالقد، خليها تجيب هالتقرير وترميه بخلقة محمد، وقتها شوفي اذا بيقدر يحكي شي. طيب انت طولي بالك شوي، شو مفكرة انه سهلة تطلعة التقرير؟ شو عم نشتري نص كيلو جبنة من البقال؟ بعدين البنت معها حق، حتى انا بستحي طلع هيك تقرير، يعني بتنجرح كرامتها للوحده، وهي الشغله ابدا ما بتنبلع. دخيلك، خليني اقول لك شغله عمتي خديجه، الانسان الواثق من حاله بيكفل كرامته باي ثمن. ايه سهر خانم، اذا عم تحكي هالحكي هذا مع جوزك وعم تعبي براسه، ها معناته شغلنا كله معك انت. لا تحطوا الحق علي بهالقصه عمتي خديجه، انا ما عم خبر اي شيء لمحمد، اصلا ما كنت بعرف انه رح يفكر بقصه فحص العذريه هاد. بس يكون بيعلمك الكاسة صارت مليانة لحد هون، وما بقى تفرق معي إذا نضاف شي وطلع لبرا. إذا طافت الكاسة بتشوفي. من يوم ما اشتريت الغرفة وطولان لسانها. تجاوزت المفرق تبعنا. كتير بعتذر، ما كنت منتبه. صاير عم تشرد كتير. لا تواخذيني، هلأ بدور من هنيك. المدينة اللي عايشين فيها كأنه عم تصرخ وتقول تعا عايش حياتك عندي. نحن امتى رح نعيشها؟
رح نعيش، رح نعيش حياة هالمدينة وحياة زوجنا. أحياناً عم بنسى حالي وعم قول خلينا نروح ونخبر الكل إنه تزوجنا، بس لما بتذكر حالة بابا لما كان بالمشفى ما عم بقدر أعمل هذا الشيء. صاير شيء معك بالبيت؟ لا نفسه، ما في شيء جديد. كأنه صاير شيء معك. ما في شيء، خلص انسى. ليك نحن هلا هون ونهاي المرة الأولى اللي بطلع فيها مع جوزي. بلغت الكل اني طالبة اجتماع مجلس إدارة، مو هيك؟ طبعا جانسو خانم، عم نستناكي. وبظن انه ما في داعي خبر محاميه مرة تانية. نحن طلبناه يا أنسي. ماشي انا شوي ورح كون هني. صباح الخير حبيبتي جانسو، كيفك؟ منيحة، كيفك انت؟ بعد شوي بس ارميها لسينم خانم برات الفندق، اكيد رح كون احسن بكتير. يلا بخاطرك خالي تولين. شفتي هالمجنونة شو عملت؟ سكرت باب الأسانسير بوشنا. ما في مشكلة، خلينا ننزل على الدرج. هيك يعني؟ ماشي نازلة بعد شوي. والمحامي كمان جاي؟ يعني كأنك أخذ موضوع اجتماع جانسو على محمل الجد سينام. إذا كانوا الموظفين أخذين الموضوع جد، أنا كمان رح أخده جد. بالنهاية جانسو هي صاحبة هذا الأوتيل. سينام، أنت كمان لك حصة بهذا الأوتيل وما فيها ترميكي، ولو كنت مكانك ما كنت رحت على هذا الاجتماع. أنا كنت اهتم بجانسو حتى أكثر من بنتي، تعبت معها كتير. يعني هلأ يمكن علاقتنا ما رح ترجع مثل الأول، وبعرف أنه ما ممكن ترجع، ولو شو ما صار بالاجتماع أنا رح أتقبله أكيد. يلا خلينا نروح. خلص سينام بلاها، كأنك مفكرة أنه بدي أخذ الموضوع جد وأحضر الاجتماع. بس هالاجتماع بخصك إلك كمان أونال، يعني أنت بتعرف أنه هي عم تحاول تفسخ شراكتها بهلزمو؟ أنا ما رح أخذ هالوسات بنت مريضة بالعشرينيات على محمل الجد يا سينام خانم. أنا والمرحوم خلدون موقعين على العقد مدته 5 سنين، أنا غير هذا العقد ما بعترف بشي تاني أبدا. أنا وأمي كنا نتابع الأفلام التركية القديمة، كنا نبكي ونتأثر. الحياة أحيانا بتجسد واقع الأفلام التركية. دخيلة دخيلة. ابن صاحب المعمل المسونشي وقلبه سيء، والبنت اللي بترفضه بتكون فقيرة وعندها كرامة. لا تمزح معي هيك مزحات. طيب عداوة بين العيلتين. شو رأيك تجيب كرسيك وتخلي البنت الفقيرة تتفتل حواليك؟ لا تكملي، لأنه نحن ما رح نفترق أبدا. باعتبار الخانم لسه ما شرفت لهلأ، خلينا نبلش بالهيلز. طيب أونال بيك ما أجا؟ ما أونال بيك شايف أنه ما في داعي أنه يجي على الاجتماع. بعتت نسخة عن العقد اللي وقعه بالبداية مع أبوكي، وهو عقد بيناتهم لمدة 5 سنين. هالحكي شو معناته؟ بالنسبة للقضاء ما فيكي وحتى مستحيل تقدري تفسخي الشراكة مع أونال بيك. طيب نرجع لموضوع سينام خانم. المرحوم أبوكي ترك لسينام خانم حصة بهذا الفندق، وأنا من واجبي أني خبرك شو بيعني أنه يكون إلا حصة أو حتى شراكة هون. سينام خانم صح بتملك حصة صغيرة، بس كمان هي يعني. كيف يعني؟ أنت شو بتقصد بهالحكي هذا؟ هي المرأة بدها تعمل يلي بدها إياه بهذا الفندق بحصتها اللي بتطلع أدراس العصفور، وأنا رح أقعد وأتفرج عليها، مو هيك؟ سينام خانم بهذا الفندق هي ما لقي سلطة بنوم، هي السلطة تبعك سينام خانم، رح تكون بمجلس الإدارة بس. لكن أنا رح خبرك شو يلي عم تعمله سينام خانم. عم تخون بابا مع شريكه وبالفندق تبعه كمان. أنا كل فكري عاملين اجتماع مشان الشغل. شفتوا؟ حتى هي ما أنكرت هالشي. جانسو خانم ليكي هلأ مو وقت هذا الحكي. عم قلك عم تخون بابا بالفندق تبعه وكمان بغرفته. عم قلك عم تخونه مع شريكه، شو ما عم تفهم علي؟ فكركم كان بابا رح يسمح بهالشي؟
طيب لو بابا عايش كان رح يسمح لهي المرأة أنها تربح مصاري من هذا الفندق؟ بدكم تقلعوا هاي المرأة من هذا الفندق؟ إذا أنت حابة أن تطلع سينام خانوم من هذا الفندق فلازم أنت تقنعيها مشان تبيعك حصتها. شكلها هي على علاقة معك كمان. لما توفى خلدون أنا خبرتك عن وضع إيتاي جانسو. من الناحية النفسية هلأ تعبان كتير. اي نعم، فيك تقولي سينام خانم إني شفت هذا الشي بعيوني. وهلأ هي كمان عايشة لحالة من دون أي رقابة، فيك تتخيل هالشي؟ حتى أنها هي حاولت مرة تنتحر. ما بعرف شو بدي أعمل. شو وضع معالجتها سينام خانم؟ فيك تروح تحكي مع دكتورة، ومثل ما لك شايف حالتها أبدا ما عم تتحسن رغم العلاج تبعها. جانسو بوضع ما فيها تداوم وتستمر بحياتها بشكل طبيعي. في شيء نحن بنقدر نعمله بهذا الخصوص؟ تطلبي تعملي وصاية عليها يعني؟ هو طبعا أكيد لو كانت طبيعة علاقتك مع الأنسة جانسو أفضل من هيك فالعملية رح تكون أسهل. إذا بدي أعمل هالشي فهو مشان مصلحتها وبس، يعني بلش بالإجراءات اللازمة لهالشي مشان استلم الوصاية. ولو سمحت إيتاي بسرعة. بدك استناك هون ولا روح عالجامعة؟ أنا رح مر عالبيت بعدين بيجي. كوراي اليوم رح نخلص ما هيك؟ رح نخلص حياتي هاندا، وثقي فيني بوعدك بهالشي. نلتقي بالقسم العملي بعد المحاضرة. خلص لا تكبرها. تعرفي قديش بكره اني اتركك تنزلي بنص الطريق. أستاذ لافنت، في عندك ضيف عم يستناك برا قدام باب الجامعة. ماشي. شوفي محمد، بعتذر استاذ لا تواخذني، خليتك تطلع لبرا بس ما خلوني يفوت. فريحة هي بالمحاضرة. لا استاذ، انا كنت جاي لعندك، فكرت مبارح وشفت انه معك حق. انا عن جد مضيع حالي. انسى الموضوع محمد، مبارح صار من الماضي، نحن اولاد اليوم. الله بيعلم. اذا فيني اوفي بوعدي اللي وعدتك فيه من قبل. انا حتى ما عم بقدر اوفي بوعدي لبابا، والله ما بعرف شو ممكن اني اتصرف بهالوقت. وهالحقير لأمتى رح ضل مستحمل وجوده؟ استاذ الله يكتر محبتكم لبعض، بس وقفت فريحة بجنبك بتلبق لك أكتر. شو مشكلتها هاي البنت؟ اتركها هلأ ولا تهتم بحكيها، خليك بحالك انت. عبتفهم علي؟ أنا هلأ لازم فوت لجوا محمد. يلا خلص بعدين منشوف بعض. طيب استاذ، انا ما بدي اعطلك اكثر. ماشي، يلا الله معك. لو بكرتي دقيقه كنت شفتي محمد. مزبوط، هاندا ما قالت شي مو منيح. ما هيك لك انسي هاندا هلا. طيب لو شافك محمد شو كان راح يصير وقتها؟ بعرف انك كتير قريب من اخي محمد، بس لو سمحت خليك برات هذا الموضوع. ما فيني وعدك بهذا الشيء. أنا كل اللي عم بعمله هلأ كرمال ما زعل عيلتي مني أكثر.
بس أنا كمان محتاجة لأتنفس شوي. حاجة تفكري بأكلات أمك، لازم تطبخي شي بشهي يا روحي، ومع كمان كاسة مشروب. شو ما بتتعلمي من المسلسلات؟ هدول الزلم كلهم هيك بيحبوا. بعدين لا تضلك بالبيت مثل الخدامة، انتي ست هالبيت، هيك زبطي شوي حالك وحطي شوية مكياج. لك خلي شفايفك دائما عليهم حمرة ماشي؟ هيك حطي وكتري من الحمرة اللي لونها أحمر، وتصرفي حسب الموقف، يعني بلا ما تضلي متخبية لحتى يفتح معك الموضوع. بالعكس خليكي هيك مبتسمة، بس شفتي فتح معك الموضوع بهديك اللحظة بتبلشي تبكي. أهلا وسهلا. عملت لك كيك، عملته بالكريمة وهلأ بالفرن. كلثوم، أنا بكرة رح بلش بإجراءات الطلاق. طبعا أنت هلأ مانك مجبورة أنك تخبري أهلك بشي، يعني أنت إمتى ما بتحسي حالك جاهزة منشان تروحي على البيت. ما فيني أرجع على البيت، أنا ما فيني أتطلق منك كوراي، ما فيني لحتى خلص دراستي. وإذا بتقول إنك بدك تطلقني هلأ أو ما فيك تنطر وقتها، بيكون راح زواجنا على الفاضي. أهلي ما بيرجعوني وأنا مرة مطلقة. أنت شو عم تخبصي؟ جانسو جاي لهون. أنا ماني هون أمي، ماشي؟ مرحبا خالي تولين. أهلين حبيبتي. أنا اتصلت بلارا بس هي ما ردت علي. شو هي مانا هون؟ الحقيقة لا، هي مانا هون. معناها لسه متضايقة مني؟ صدقيني ما بعرف، نحن ما حكينا بهذا الموضوع. طيب أنت كيفك؟ مثل ما عنك شايف حالتي. أنا كتير قلقانة عليك يا حبيبتي جانسو، يعني برأيي مو صح تضلي بالبيت لحالك. بترجعكي خالي تولي، لا بقى تحكي بالموضوع. ما بدي أحكي، بس قصدي أقول ليش لهلأ ما اتصلتي بعمتك بكندا؟ ما فيني اتصل، ما فيني اتصل لأنه فورا رح تاخذني لعندها على كندا، وأنا ما بدي روح لهونيك، ما فيني أترك هون. المهم خبري لارا أنه أنا أجريت أعتذر منها وصالحة. ماشي بخبرها. بتشكرك، يلا بخاطرك، مع السلامة. أنا مستحيل إني صالحة أمي. كلثوم عم تحكي عن 4 سنين، هدول 4 سنين نحن تزوجنا وهلأ رح نتطلق، مين إله دخل فينا؟ أنت ما بتعرف شو يعني مرة مطلقة عنا هنيك بالضيعة، ما بتعرف إذا رجعت هلأ مطلقة شو ممكن يصير. أمي رح تموت من أهل، وبيت خالي محترق قلوباً من قصة فريحة. أكيد ما رح يخلوني باسطنبول، وما رح يخلوني أدرس، وقتها كتير رح أتبهدل. لك أنت شو عم تحكي؟ أنت لو كنت قايل لي إنه نحنا رح نتزوج وبعدين فوراً نتطلق، كنت قلت لك ما تعمل هاي البطولة كرمالي، لأنه النتيجة نفسك وراي. أنا هي حياتي، صح أنك أنقذتني، بس حياتي مرة تانية رجعت صارت متعلقة بكلمة واحدة منك. هلأ أنا ما قتلت حالي، بس إذا هلأ أنت بتطلقني بتكون عم تقتلني، يعني أنت بتكون سبب موتي.
شو قبطان صاير انت واخوها لفريحة صاحبه؟ شو بدك يعني اني بعد عن محمد كمان؟ وشو ناطر مني اني اعمل؟ ليك انا بنصحك تبعد عن الشاب، شفت بعينك امبارح شو كان رح يعمل فيك. انت شوف منيح، انا ما عم بقرب عليه ابدا. انت امير ما عم تفهم الوضع ما هيك؟ يعني انا لازم افهمه؟ طول ما انت مع فريحة محمد رح يكون موجود بحياتك، وهو جزء من المشكلة بهالموضوع، ولازم تحل هاي المشكلة. لما انت وفريحة بتشوفوا بعض بالسر ما فيك تحل المشكلة بطريقتك. مبارح قلت مبارح بتتعلق فيني مو فيك. ما بعرف شو هو الدور يلي اخترته وبيتعلق بفريحة، بس خليك بعيد عن كل شي بيتعلق فيني، عن جد خليك بعيد. كلتوم خلصنا بقى حاج تبكي. بس انت بدك تروح. انا رايح بس رح نضل متزوجين على الورق وما حدا رح يعرف بشي، وانت هيك رح تكملي دراستك. طيب كيف رح اضل حالي بالبيت؟ لا تطلبي مني اكتر من هيك كلتوم. طيب انت ما رح تجي ابدا؟ هاد البيت بيتك، لوين بدك تروح وين بدك تضل؟ ما فيني اقبل بهالشي. كلتوم هاد احسن حل لنا احنا الاثنين، ماشي؟ يعني عائلتك ما رح يعرفوا شي ورح يضل زواجنا على الورق، وانا بصير بين كل فتره والتانيه بمر لعندك كلتوم. قبل ما انسى خدي هي، خليها معك بتحتاجيها. لا ما بيصير هيك، انا ما فيني اخدها. بلا بيصير، بجوز انت تحتاجي شي. بعدين مثل ما قلت لك ببقى بطمن عليكي. خاطرك. القبطان بهاليومين صاير كتير صحبة مع أخوك منيح، ما كانوا مثل الأول. ليش؟ ما صار أي شيء، يعني الشغلة هيك صارت لحالة. صاير شيء مشكلة بيناتكم؟ تعرف أمير، لو كان معي مراية كنت خليتك تشوف وشك شلون صاير. هو كان مهم بالنسبة إليك، كنت تحكي له وعم بيحكي مع أخوكي، وهلأ عم بيفوت على بيتكم، بس أنت عم تعاملي كأنه مو موجود. برأيي هالشي أغرب من الملامح يلي على وشي. القصة أنه ملامح وشك مو غريبة بس بتخوف. شو صاير مع القبطان؟ أمير مو صاير شي، بس أنا هلأ ما عاد حسيت أبدا بالوحدة. أنت موجود، نحن صرنا عم نحكي، وأنت كمان عم تسمعني. إذا بدك تضل تطلع فيني هيك أنا ما رح أقدر أحكي أكتر. هالبنت كل مالها عم تسوق حالتها أكتر. أنا عملت كل شي بيطلع بإيدي مشانها تولين، شو بدي أعمل أكتر؟ وفوق هالشي هي بتكرهني كمان، ما عم لاقي لها حل بنوب. أنا أبدا ما قصدتك إليك، بس مبين إنه أنت ما بقى فيك تساعديها، وأنا شايفة إنه صار لازم إنكم تخبروا عمتها بوضعها. أنا حكيت مع جانسو بهالموضوع. عم تحكي جد؟ هي حكيت مع عمتها يعني؟ لا، هي الفكرة فكرتي، بس هي ما بدها. يعني لازم يكون في شي حدا واعي يهتم فيها. يعني يا سنم قديش رح تستمر بحالتها هي؟ شو شايفتك ساكتة لارا؟ جانسو ومشاكلها ما عاد تهمني أبدا سنم خانم. أنا لازم أطلع، إذا مريتي على الأوتيل أنا هونيك مثل ما بتعرفي. ماشي حبيبتي، انتبهي على حالك. أنا لو كنت محلة بعمل المستحيل مشان أبعتها لجانسو على كندا. على القليلة برتاح بالأوتيل لحالي، بس لما سمعت بسيرة عمتها كمان اتضايقت مثل جانسو. أنا متأكدة إنه في ببالها شي تاني لسنان،
أهلا وسهلا. أنا طلبت لك مشروب قبل ما تجي. أنا ما رح أشرب شيء وما رح طول كتير هون، لأنه أنا بدي أروح فورا بعد ما أقول الشيء اللي عندي. أوه، زعلانة يعني؟ بتصرفات المراهقين اللي عم تتصرفهم. أنت ما رح ترجع شاب أنا صراف أغلب. أنا ما رح أرجع شاب، بس حالتك المتوترة هي عم تخليك تشيب بسرعة يا آيسون. صحيح، ذكريني شو كانت كنيته لزوجك؟ أمير وفريحة تركوا بعضهم أنار. فريحة هلأ رجعت لعند بيت أهلها كمان. يعني فريحة هيك قالت لجانسو. والمعنى؟ فريحة يمكن تكون عم بتكذب، وهذا الشيء مو غريب بنوب. بس إذا هذا الشيء صاير فبيكون أمير عم يستنى هلأ الضوء الأخضر منا، وبدل ما نحنا نعملها شغلة عناد، نحنا صار فينا ننقذ ابننا من بين إيديهم. لأنه طالما رح يضل ساكن بهديك البناية يمكن إنه يصدق لعبة جديدة. وأنا شو يلي بيطلع بإيدي أعمله؟ أنا ما بعرف شو فيك تعمل. يمكن لحتى يقرر يترك البناية أمير يكون محتاج للجرأة، وهالشي ما بعرفه. بس اللي بعرفه شغلة واحدة، إنه نحنا لازم نستغل كل الفرص اللي معنا، وحتى لو كانت فرصة صغيرة ننقص فيها ابننا من هالبنت. صحة وهنا أونال. والله ما بعرف، يعني لازم حط لكم مدينة بالطرف الثاني؟ عن جد محتارة. يا عروس يا عروس، تركي هلأ قصة الفرش وروح اتصلي بجوزك بقى. آخ منك يا عمتي خديجة، مشان الله شو رح قله؟ إذا اتصلت فيه رح يبهدلني. مدام أبوه مانو موجود خليه هو يخفف عن حاله شوي. يا ويلي بنتي، أنا شايفة إنه ما بهمك حتى لو جوزك رح الخمارة. إيه شو فيها يا روحي؟ خليه يشرب له كاسين عني وعنه. لك أنا متلبكة ومتضايقة وقاعدة عم اشتغل هون، وبالبناية اللي مقابلنا كيف رح لحق أنا؟ إيه أنا بلم الزبالة. بدك تلمي الزبالة؟ شو صار لحتى تغيرتي يا بنت؟ دخيلك شو في يا عمتي؟ يعني شو رح ينزل من قيمتي؟ خليني إني ساعدك اليوم وأطلع بدالك. يلا الله يسهل علي، عن إذنكم. الله معك. ليكي فريحة، أنتي ما زعلتي مني مشان قصة الصبح ما هي؟ لا ليش لأزعل عمتي؟ بس كل واحد بيعرف حقيقته بالنهاية. بس انت بتعرفي اني واثقه منك بنتي، ولو كان في عندي شك ولو هالقد ما كنت رجعتك على البيت، ما هيك؟ اي ما كنتي رجعتيني. انا بعرف شو معنى الشرف بالنسبه لك. يا بنتي شو هالحكي؟ يعني وين رح يكون؟ اوه في شغلات كتير مهمه لازم خبرك اياها، بس ما بصير هيك نوقف على الباب. يعني لا سمح الله إذا أجا محمد وشافني والله بيذبحني. شوفي شو صاير. والله اليوم الصبح محمد إلا شوي كان رح ياخدها لفريحة ويفحصها، اليوم ما زبطت معه. بس بدي خبرك إنه إذا بتكونوا عاملين شي والله حتى الزواج ما رح يخلصكم. فحص شو اللي عم تحكي عنه؟ يا عيني رح يكون فحص. شو يعني فهمها؟ شو شوربة عدس؟ الزلمة بده يطمن على أخته. Bedenimde sıntı, yüreğim koparılmış.